المباراة بالنسبة لنا تنتسفوا كثير النتيجة، هذا شيء مفروغ منه. أول مباراة عندنا في الميدان تنعرفوا أنها 3 نقاط مهمة كنا طامحين باش نحقوها. يعني تقدر تهدر تقول دومينيتي الماتش كله فوت انديفيديوال، ولكن الخسارة ما كانش راجعي على ان فوت انديفيديوال. مزيان ملي صرا هذا الماتش باش نرجعو شوية للارض، نرجعو شوية الى الثقة زايدة، ولا الى صحابنا راه درنا شي حاجة كبيرة في السوبر كوب، راه باقي ما درنا والو. بحال هادشي مزيان، واخا قلت لك تنتأسفو، ضرنا بزاف لان هذا الماتش هذا ما كانش صعبنا على راسنا، صعبنا على راسنا، ولكن الكره هي هادي، الكره هي هادي، يلفو اكسبتي وخاصك تدوس. المشكله ما كانتش في اللعب، المشكله ما كانتش في اللعب، لانه كما قلت ما كانش عندنا مشكله في الاورغانيزاسيون ولا حتى لو جو ديالنا، ولكن قلت لك يمكن الثقه اللي زايده ولا ما كناش مركزين. انا متفق معك لانه كما الخساره ما رجعش على كما كنقولوا فرقه دومينات وما لقيتيش الحلول في الاورغانيزاسيون. سي مش مساله ذهنيه. داكشي علاش قلت لك هذا درس، لانه جات نقولوا لعبنا السوبر ليغ، لعبنا في واحد الطرف، كان تما واحد المستوى، واخا ما تيتيش الكاس كان واحد المستوى، كان شويه تاع كما نقولوا واحد سونتيمون بوزيتيف. دابا كملنا كما نقولوا خاصنا ندخلوا في العصبه، ندخلوا في البطوله. الماتش الاول كان منفخين شويه الا نقولها بالدارجه، هذا وهذا الشيء سي مونتاليتي، فهمتي؟ هذا الشيء سي مونتاليتي، كما قلت لك درس لينا ودرس تلات الدراري هادو، وما بغاو، ماشي نقول لك ما بغاوش لا تيستهضروا، ولكن سي اوتوماتيكمون تدخل تقول راه انا ربحت هاتف هادي، انا دزت لا فينال هاد الماتش تاع بوتسوانا غادي نغلبوهم، وهذا تتصدق حتى ما خسرتي معاهم. سي كيستيون مونتال درس لينا كيفاش غادي نخرجوا ليها. يعني فو اتاكي ما عندناش الوقت، عندنا ماغدي ماتش ديفيسيل مع اون كروند ايكيب اوسي، ولكن في الكره هادشي مزيان رياكسيون. انا بالنسبه ليا كمسؤول اول نقول لك ما عنديش المشكله، عندي ان جروب تاع 25 جوار 24 جوار، غنشوف اللي واجد مونطالمون، باسكو خاصنا نمشيو، اللي يقدر يعطي واللي يقدر كل ماتش، ماشي ماتش وماتش لا، هذا مرحبا. اللي ما قدرش بيان سور كاينين دي جوار تيتسناو الفرصه ديالهم. انا ماشي ساتيسفي على 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 كما كنقولوا المونطال، وقلتها حتى في الفيستيير، ولكن نقول ندوزها في عطره تاع ماتش ونتسنى الرياكسيون تاع الدراري ديالي ماغدي ان شاء الله. هو الرياكسيون تاع البوبليك ديالنا سي ناتورال الصراحه، الا هما تقلقوا عندهم الحق علاش يتقلقوا اليوم، لان حتى انا نقول لك انا تقلقت بهذيك الطريقه، ولكن الا تنطلق الماتش بهذه الطريقه سي دوماج. صافي التقلق عنده المحل ديالو، الا انه اون ايكيب لي فور تنقول حنا بغينا ننافسو على الالقاب، هذا هي اللي خاصها ترياجي، هي خاصها ترياجي. واخا الضغط الفريق حتى اللعابه اللي كاينين دازوا في ظروف اكبر من هذه، سي كيستيون مونتال، دازوا في ظروف هذه. حتى في الاول البطوله راه كان عندنا الضغط، حتى في الاول البطوله، ومن بعد تمشات الامور مزيان. اللي مهم باش ما نبقاوش كيما نقول بالنسبه لي انا وبالنسبه حتى للدراري ديالنا، باش ما خاصنا نقيسوا البلاصه فين خاصنا نصلحوها. البروبليم ما كانش في لو جو بالنسبه لي انايا، ماشي كيقبل في بدايه البطوله كان عندنا مشاكل دفاعيه، وهذا الفرقه الاورغانيزاسيون مزيان، حتى لو جو كان ولكن لانه الثقه زايده وشويه في عوض 100% 80% ولا 85% راه غادي نربح الماتش. الكونسونطراسيون لي باس لي سونتر ما درناش هذيك النتيجه، يعني دابا صعبنا على راسنا. نعم كيفاش باردون فوت ميساج بور سوبورت. شوف حنا الجمهور الوداد تنعرفوه، فهمتي؟ واخا غاضب، واخا غاضب
حنا كنتقبلين الغضب ديالو، حنا غادي حنا اللي غادي اللي تنوعدوا به ولا اللي تنوعد به وغادي نعملوا ما امكن باش نموتوا على داك التوني. الا انه خاصنا نحسوا بهذه المسؤوليه بانه خاص تكون مونطالمون تكون فور، وخاص رياكسيون ماردي. دابا الهضره ما قبل ما نكثروها خاص تكون رياكسيون ماردي للجمهور باش يشوفوا بانه اليوم درس لينا اللي تعلمنا منه. وبالنسبه لغياب ابو الفتح الاصابه، انه المستوى الدفاعي ما كانش عندنا زعما شي مشكله كبيره، كنا مضمنين الماتش. من بعد عاوتاني كما نقول خطا اللي خسرنا الاوراق ديالنا. ومن بعد سوبر ليغ وجدت حاولت كي قلت نلعبوا مع الراك باش نوجد اللاعبين، ولكن هذا الماتش الاول يعني باقي ما دخلناش في مرحله العياء، يعني اللي نورمال لوجيك هو تختار الفريق اللي كان في السوبر ليغ زعما اللي عنده لي زوتوماتيزمان ديالو. ابو الفتح تفرض عندنا باش نغيروه، يعني ابتدينا بنفس المباراه بنفس التشكيله اللي لعبنا بها لا فينال. يعني دابا غادي نشوفوا كاين لي ماتش كما قلنا الرياكسيون تاع الدراري اليوم، المونتاج شكون اللي واش شكون اللي ما واش، ماشي ساتيسفي على كلشي دوك اللي خداو، يعني كاين لعابه اخرين تيتسناو الفرصه ديالهم. هادشي غادي نقيمو غادي نشوفو شكون اللي واش. المهم هو انه الفريق يمشي وانه ما يأثرش هادشي بزاف على 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 الفريق. نتمنى انه يكون درس لينا مجموعين، حتى انا محسوب فيه ماشي نقول للعابه، لانه دوماج هادي هي اللي تبقى اكثر دوماج، انه ماشي كيسيون دو دوماج انها هي في الراس. في الراس شبعنا دغيا ولا ما عرفتش كيفاش غادي نقول لك، هذا دوماج باسكو الماتش ما كانش صعيب، تا مع احترام لادفيرسير يعني كان في المتناول. خسرنا يعني خاصنا ناخذ هذا الشيء هذا ونثق بانه عندنا امكانيات باش نقدروا نرجعوا. والرياكسيون خاصها تكون مغدي. النتيجه ما عرفناش كي غادي تكون، ولكن مغدي خاصنا نكون واجدين ذهنيا بدنيا كل شيء بانه نرجعوا في المستوى.